هترجعي معايا السينما كده، وعايزك بقى تقولي لي، تقولي لهم المجموعه كده يعملوا لي يعني رساله العطر، طبعا انت هترجميها ويقولوا لي رساله بطريقتهم. انتوا قولوا عايزين تقدموا ايه من الشغل بتاع عرض العطر، ايه الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه؟ نفسك تعمل اعلان؟ طيب انا بقولك عرض العطر. الكلام اللي انت عايز تقوله من خلال عرض العطر ايه؟ نفسي ناس كتير تركز مع السم ويبقوا مشهورين، مش لازم يبقى كل الناس بتقول عليهم عبط وبتاع، لازم كل الناس تيجي وتعرف ان هم ممثلين شاطرين والناس كلها تتفرج عليهم، وان شاء الله السم هيبقى في تقدم. هو مبسوط ان مسرح العطر بقى في ناس كتير بتساعدهم بسببه، وان هم ظهروا من خلال المسرح ده. نفسي اقول للناس شكرا عشان هما بيجوا يتفرجوا، ونفسي الحكومه كمان تيجي تتفرج وتعمل مسرح للسم، علشان السم بيمثل كويس قوي وبيعرف يشتغل، وان هو هيقدروا ناس كتير يجوا يتفرجوا لو فعلا في دعم من الحكومه. في ناس بتفكر ان السم مش هيعرفوا يعملوا حاجه، ولما بتيجي تشوف قلبهم بيوجعهم وبيقعدوا يعطوا بيبقوا حاسين ان هم شاطرين جدا وبيفهموا كويس هم عايزين يقولوا ايه. انت لما هتيجي فعلا هتفهم، ومش هتبقى حاسس ان انت بتتفرج على حاجه اي كلام. السيسي لازم يجي. لو ما جاش بس طب بعدين نشوف الموضوع ده. لازم السم كله يجي، لازم السم كله يجي يتفرج، علشان اول حاجه المتكلمين لازم كمان يجوا ويشوفوا السم ان هم زيهم زي المتكلمين وبيعرفوا يادوا زيهم، ومن خلال ترجمه الاشاره كل الناس هتفهم هم عايزين يقولوا ايه. نقول لهم شكرا، والمره الجايه نيجي كل واحد بطل العرض لوحده. ان شاء الله كل شخص هيبقى هو البطل في العرض لوحده. ان شاء الله.